تلتحق بي عفوا الصحفية التونسية صفية المحرر لمزيد من التفاصيل. أهلا بك مساك سعيد صحفية المحرر، أنت معنا في هذا الاتصال الهاتفي وعلى المباشر. نعم، مرحبا بك وبكل مشاهدي قناة النهار الجزائرية. بالفعل أبدأ من حيث انتهيت، أنت تحدثت عن تواجد أمني كثيف في محيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة. بالفعل هناك تواجد أمني مكثف بالنسبة للشرطة التونسية، بالنسبة للحماية المدنية أيضا الفرق موجودة هنا في محيط السفارة، وكذلك الجيش الوطني، وكانت طائرات الهليكوبتر منذ قليل كانت تجوب سماء السفارة الأمريكية في تونس. أعود إلى تفاصيل هذا التفجير، وحسب وزارة الداخلية التونسية فإن هذه العملية الإرهابية الغادرة والتي والحمد لله التي أدت فقط إلى بعض الإصابات في صفوف 5 أمنيين حسب وزارة الداخلية التونسية. يعني تؤكدين صفية المحرر أنه ما فيش يعني ضحايا في هذا الحادث باستثناء أصحاب هذه العملية الانتحارية؟ نعم، بالفعل حسب بلاغ لوزارة الداخلية التونسية تؤكد فيه أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، والحمد لله بعض الإصابات في صفوف بعض الأمنيين الذين كانوا في الدورية الأمنية التي استهدفها التفجير. الإرهابيين كانا ينويان استهداف السفارة الأمريكية، ولكن في طريقهما إلى الدخول إلى السفارة الأمريكية استوقفتهم أكيد الفرق الأمنية المتواجدة بمحيط السفارة هنا في تونس، وحال توقيتهما قام بتفجير نفسيهما كما قلت. إذا انتشار أمني مكثف هنا في منطقة البحيرة وتحديدا في محيط السفارة الأمريكية، هناك بعض الأضرار في بعض المنشآت المحاذية للسفارة الأمريكية ومن بينها بورصة تونس للأوراق المالية، والبورصة أكدت أن تداول الأوراق المالية ما زال يتم بصفة عادية ولم يتم إغلاق البورصة على عكس ما تم الترويج له. بالنسبة للعملية الإرهابية هذه أكيد جدا أنها تستهدف الانتقال الثالث للسلطة في تونس، تستهدف الانتقال الديمقراطي الذي يتابعه العالم في تونس، وأيضا بعض المحللين السياسيين في تونس يقولون أنها رسالة إلى مجلس نواب الشعب في تونس، باعتبار أن هناك عديد الاتهامات وعديد خليني نقول بين ظفرين العنف في مجلس نواب الشعب، ولو كان عنفا ماديا فهذه رسالة إلى مجلس نواب الشعب وإلى الطبقة السياسية بصفة عامة في تونس للمضي قدما في هذا الانتقال الديمقراطي دون اتهامات ودون عنف ما نشاهده في البرلمان وخاصة في الجلسات الأخيرة. أذكر أيضا زميلتي فقط أنه يوم غد 7 مارس 2020 تحيي تونس الذكرى 4 لملحمة بن قردين في الجنوب التونسي. ملحمة بن قردين في 7 مارس 2016 نذكر أنه تم تقريبا قبر أو قتل تقريبا 50 إرهابي كانوا استهدفوا مدينة بن قردين في الجنوب التونسي، وكانوا ينوون إقامة إمارة إسلامية في مدينة بن قردين. إذن بعض المحللين أيضا يربطون هذا التاريخ بالعملية الإرهابية التي جدت اليوم، والتي مفادها أن الحرب على الإرهاب في تونس متواصلة وأن الحرب مستمرة، وفعلا هي متواصلة الحرب ومستمرة منذ سنوات، وقوات الأمن تواجه هذه الحرب بكل ما فيها القوة. والمؤكد جدا أيضا أن المدرسة الأمريكية في تونس والتي تقع قبالة السفارة الأمريكية قد أغلقت أبوابها، وأقوم بهذه المداخلة أشاهد أيضا قوات الأمن التي تنتشر في المدرسة الأمريكية بتونس، وقوات الأمن تنتشر هنا في محيط منطقة البحيرة أين تقع السفارة الأمريكية بتونس. وين كان؟ جميل، بالنسبة لكل ما هو جديد، طيب سؤالي لك، هل ربما أنت متواجدة في عين المكان، ربما أنت كشاهدة عين، أو ربما كان لك احتكاك بمن كانوا في ربما في مكان الحادثة، هل صحيح أنه ربما حتى بعض الشركات المحاذية للسفارة الأمريكية تم إغلاقها لدواعي أمنية؟ نعم طبعا، هذا مؤكد جدا انه في ظل التطورات الامنيه طبعا وفي كل العمليات التي تحدث يتم ليس فرضا وانما من هذه المؤسسات التي يمكن ان تغلق ابوابها، اكيد جدا انه تفاديا لاي مضاعفات لهذا الحادث او تفاديا لاي عمليات اخرى ربما، لانه العمليه هذه الحقيقه ما كانتش
في الـ في الـ في الانتظار، يعني ما كانتش قوات الامن قد استعدت كما يجب لهذه العمليه، ولكن الحمد لله هي مرت بسلام فقط. كما قلت بعض الاصابات، فما بعض الشركات هنا تضررت ماديا يعني من الابواب ومن المحيط في هذه الشركات لانها تقع قباله السفاره الامريكيه كما قلت لك، ولكن هناك شركات تغلق وهناك اكيد شركات تواصل عملها بصفه عاديه باعتبار انه التواجد الامني مكثف هنا ويحمي كل هذه المنشات. طيب من فضلك صفية المحررة كصحفية تونسية، طيب هل لك أن ترصدي لنا ربما كيف هي الأجواء في الشارع التونسي؟ يعني أتوقع أن يكون فيه ربما استياء من طرف المواطنين التونسيين. أكيد جدا أنه باش يكون استياء من طرف المواطنين التونسيين، لأنه السفارة الأمريكية تتمتع بحماية عالية جدا وتتمتع بنظام أمني مرتفع جدا في تونس باعتبار أنها سفارة أكبر دولة في العالم وهذا مؤكد، وباعتبارها أيضا تعرضت سابقا لعملية في سنة 2012، كل العالم يتذكر جيدا ما حدث في السفارة الأمريكية في تونس باعتبار أنه في سنة 2012 قام السلفيون باقتحام السفارة وكلنا نتذكر ما حدث آنذاك، ولكن كما قلت لك هي ربما رسالة من الإرهابيين إلى طبقة سياسية في تونس، وأكيد جدا أن الطبقة السياسية ستعي جيدا هذه الرسالة وكذلك على الاستعدادات الأمنية. نذكر اليوم أنه وأنت تعرفين جيدا أن العالم يعيش على وقع فيروس كورونا، وكذلك هذه العملية أكيد جدا سيكون لها تبعات على الاقتصاد التونسي مستقبلا، وهذا ما لا نتمناه. إن شاء الله تمر بسلام، لأنه هي في الحقيقة ما كانش هناك أضرار كبيرة، كانت بعض الإصابات في صفوف قوات الأمن ولم تكن هناك وفيات في هذه العملية، وبالتالي ستكون الحمد مستقبلا لله. الحمد لله أكيد جدا ستكون مستقبلا يعني الاستعداد الأمني على أقصى، وكذلك التخطيط يعني المخططات الأمنية التي سيقوم بها وزير الداخلية الجديد أكيد جدا أنها ستكون في مستوى مرتفع بعد استهداف السفارة الأمريكية كما قلت لك، تعد من بين أكثر الأماكن مؤمنة في تونس من حيث التأمين ومن حيث أيضا يعني المداخل للسفارة الأمريكية، صعب جدا أنه يتم الدخول إلى محيط السفارة لأنه كله تقريبا بوابات أمنية والشرطة تنتشر في كل مكان. الحمد لله ربما هذه العملية لم تسفر على ولا قتيل طبعا باستثناء أصحاب هذه العملية الانتحارية الإرهابية، إن شاء الله يكون الاستقرار الأمني في الجارة الشرقية تونس. جزيل الشكر لك زميلتي صفية المحرر صحفية تونسية على كل هذه التفاصيل والتدخل الهاتفي المباشر.